لمناقشة موضوع الصراع مع في لبنان. معنا مباشرة من بيروت رئيس تحرير شبكة مرايا الدولية الأستاذ فادي بودية. أهلا بك أستاذ فادي. يعني هناك توقع ومصادر صحفية أمريكية، واشنطن بوست، جورنال أيضا الأمريكية تؤكد بأنه ربما هناك سيكون توغل بري إسرائيلي في جنوب لبنان لرقعة بسيطة، يعني هي تختلف عن دخول إسرائيل في عام 2006 في شهر تموز. ما المتوقع؟ هل لبنان قادر على مواجهة هذا التوغل، وحزب الله أيضا بشكل خاص قادر على ذلك؟ طبعا هذا، مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. عندما نتحدث عن التوغل البري، هذا يؤكد مقولة أن كل الضربات الجوية والاعتداءات الجوية التي شنها الكيان الإسرائيلي على لبنان من الجنوب إلى الضاحية إلى بيروت، زاعما أنه يفقد القدرة العسكرية للمقاومة، لن يستطيع أن يحقق له أي من أهدافه التي يعلنها، وتحديدا إبعاد حزب الله عن مسافة الجنوب إلى ما وراء 10 كيلومتر لوضع قوات اليونيفيل أو قوات من الجيش اللبناني، أو لضمان عودة المستوطنين الإسرائيليين إلى الشمال بأمان. فهو يحتاج إلى التوغل البري. التوغل البري لدينا تجربة طويلة منذ عام 1982 حتى عام 2006. هذه التجارب تثبت أن عقيدة المقاومة في لبنان، الروح القتالية للمقاومة في لبنان، تتفوق على الجندي الإسرائيلي بكثير جدا. خاصة تجلى ذلك في العام 2006 عندما جعلت الدبابات الميركافا، وهي الجيل آخر جيل وفخر الصناعة الإسرائيلية، أجرت فيها محرقة في وادي الحجير في جنوب لبنان. فبالتالي حزب الله إن كان ينتظر أي شيء فهو ينتظر هذا التوغل البري ليعيد مسار المعركة من جديد ويصوب الأمور من جديد، ويظهر حزب الله في وقتها عجز القدرات البشرية للجيش الإسرائيلي على الأرض في مقابل تفوق مقاومي حزب الله على الأرض. لا يملك حزب الله القدرة على التفوق في الجو، ولا القدرة على وقف الهجمات الجوية بشكل كامل، لكنه حتما لديه القدرة على إلحاق خسائر كبيرة وفادحة في صفوف الجيش الإسرائيلي إن توغل بريا أو يذهب إلى أسر بعض الجنود إن تمكن من ذلك. طيب، اليوم رئيس وزراء في الحكومة المؤقتة نجيب ميقاتي يؤكد بأنه العودة إلى القرار 1701، وهو قرار أممي نفذ في عام 2006 إثر الحرب. ماذا يعني ذلك؟ هل سيوافق الجميع الأطراف الموجودين في لبنان على هذا الاتفاق بتنفيذ هذا القرار؟ أولا لابد أن نعلم تماما حيثيات هذا القرار. القرار لبنان وافق عليه بشكل واضح، وهو جاء نتيجة تسوية في العام 2006، هو صدر في ذلك الوقت، ويلزم الطرفين الكيان الإسرائيلي وحزب الله بوقف الأعمال العدائية، ولديه جملة من المندرجات. طبعا حتى الآن حزب الله التزم ببعض بنود 1701، ولكن الكيان الإسرائيلي لم ينتزم بأي بند من بنوده. لبنان نعم يقول نحن نوافق على تطبيق 1701، من قال أننا نعارض؟ ولكن يجب أن يكون التطبيق من الطرفين، الطرف الإسرائيلي والطرف اللبناني. لماذا يأتي المفدين دائما يطالبون لبنان وهو المعتدى عليه وهو المقتول وهو الذي يرتكب به المجازر أن ينفذ 1701، بينما لا يجرؤ أحد أن يطالب إسرائيل على ذلك؟ ولو طالبوهم سيد فادي، ولو طالبوا إسرائيل ووافقت على تنفيذ هذا القرار، هل سيتم كل شيء وحل دبلوماسي للقضية؟ لا طبعا لا يكون حل دبلوماسي للقضية. نحن نتحدث عن تسوية، نحن نتحدث عن قرار دولي يشهد تطبيقا، يعني لا أكثر ولا زائد. لا لبنان سيعترف بإسرائيل، ولا المقاومة ستهدن إسرائيل وتعطيها سك الأمان، هذا أكيد. ولكن نحن نتحدث عن مسار التسوية فيما يتعلق بال1701. كيف تطلب من حزب الله تنفيذ هذا القرار ولا تطلب من إسرائيل وقف الأعمال العدائية على لبنان؟ طيب، نأخذ مواقف ربما إقليمية دولية حول الصراع في لبنان. اليوم الخارجية الإيرانية تؤكد أنها لن ترسل أي مقاتل سواء إلى لبنان أو غزة. كيف تقرأ هذا التصريح؟ يا سيدي، دائما يعرض على المقاومة من إيران، من سوريا، من فصائل المقاومة العراقية، فصائل المقاومة في اليمن،
يعرضون ماذا تريد المقاومة، هم جاهزون لتقديمه بشريا وتسليحيا وكل شيء. المقاومة في لبنان حتى الآن متماسكة وقوية ولا تحتاج لا مقاتلين ولا سلاح ولا أي شيء. طبعا الغرفة العمليات المشتركة، وهذا بالمناسبة تم في العام 2006 عندما أرسلت سوريا طلبا إلى حزب الله أنها جاهزة للدخول في المعركة، حزب الله رفض، وكذلك إيران. طبعا المستشارين العسكريين في الحرس الثوري موجودين في لبنان، وهم دائما يعني ممثلين موجودين، يعني ليس شيء سر ولا أكشف معلومة. يعني البارحة عندما حصل الاعتداء على الضاحية استشهد نائب قائد الحرس الثوري في لبنان. إذن يعني هذا ليس سر نتحدث عنه، ولكن الآن حزب الله لا يحتاج إلى مقاتلين في الميدان ولا يحتاج إلى أي أحد ينوب عنه، هو صاحب الأرض وهو القادر على تنفيذ هذه المهمة. طيب سؤال أخير، يعني الآن ما زالت مستمرة الغارات المكثفة على لبنان وكذلك إطلاق صواريخ من قبل حزب الله على الأراضي المحتلة، صف لنا المشهد الميداني بفترة قصيرة، أنت مشغول لأنه صح. يعني نتحدث اليوم عن واقع كبير من الضربات الجوية التي تنفذها العدو الإسرائيلي. طبعا ليس كما يزعم أنه يدمر البنية الصاروخية لحزب الله ولا البنية ولا مخازن أسلحة، هو يدمر بيوت مدنيين، يحاول أن يشكل ضغطا كبيرا على الحكومة اللبنانية وعلى المقاومة من أجل توقيع وثيقة استسلام وليس توقيع على المفاوضات. ولكن المقاومة كما قال الشيخ نعيم قاسم هو حاضرة، هي جاهزة، وبطبيعة الحال ستبقى على ما كان عليه وما هو مرسوم من قبل السيد نصر الله. فادي بودية رئيس تحرير شبكة مرايا الدولية حدثنا من بيروت، شكرا جزيلا.